الشباب سلطان السلمي من مكة وماجد الصقيري من المدينة، إن شاء الله جاهزين معانا. شباب أبدأ معك سلطان، مكة فيها عدد كبير جدا من المصابين المعزولين، كيف أوضاعهم الآن؟ كيف الوضع الصحي في مكة بشكل عام؟ إيش الإجراءات المتخذة اليوم مع تواجد هذا العدد الكبير في العزل؟ فيما يتعلق زميلي سامي بالوضع الصحي، سجلت صحة مكة حتى الآن 64 حالة مصابة بفيروس كورونا، وجميع الحالات تقدم لها الرعاية الصحية بمستشفى النور التخصصي هنا بمكة. أيضا هنالك انتشار كبير للفرق الطبية في منافذ مكة للتأكد من سلامة القادمين إلى مكة، كذلك تشغيل كامل الكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية للتعامل مع أي حالات إصابة أو اشتباه لا سمح الله. أيضا هنالك 112 غرفة عزل مخصصة لعزل المصابين في مكة.